الله يكثر خيرك يا دايب، الله يكثر خيرك يا ماجد. ماجد الله يصبرني لين بكره واشوفك. ابو خالد رب البيت يا عيني مشتاق لشوفتك يا عظيمي. طيب ليش محمد كي زعلان زعلان علينا يا جماعة؟ صاير فيلم. طيب دلحين نلعب معها الفاصلة ولا نجحدها؟ هاي عيال نلعب معها الفاصلة ولا نجحدها؟ الجوهرة تغلط على قايد وطردته من البث. ما أدري عن الكلام هذا، لكن والله على 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 طول فترتي أنا هنا في الجاكو أقسم برب العزة ما هو علشان إنه داعم، لكن كلمة الحق تنقال. قايد الخيل أنا ما عمري شفته متضارب مع أحد، يعني تداوس مع أحد علشان دعم، والله ما عمري شفته قايد الخيل. يا أخي إنسان محبوب، سبحان من زرع فيها القبول. نورة العمري لبا نورة؟ إيش يا نورة؟ دي صورتك يا نورة؟ الطلاق إنك غلة يا بنت نورة. ها أنا بضيفك وأمي تبغيك في هرجة. ها ماجد لبا أبوك أبو محمد رقم أربعة اللي حاط صورة دب. إن الله يكثر خيركم ويرحم والدينكم. سعيد باقي الفاصلة. اسمعني خليها جولة بجولة. ليش نضيع تعب الدعمي؟ ليش ما نلعب فاصلة؟ خلاص جولة بجولة يا رجال، والله جولة. لا تضيعين تعب الدعمين اللي عندي واللي عندك. باقي الفاصلة جمليها وأنا أخوك. بداية ساعة. أعوذ بالله من الشيطان. أوكي. دخيلكم يعني إحنا أقوى منها في التكبيس. لا للاتكالية. شعارنا اليوم لا للاتكالية ها. آخر جولة اصبروا دخيلكم. جملوها يا ربعي دخيلكم. هذا اخر جولة يا جماعة، هذه الفاصلة. انا والله مستحي من محمد. اقسم بالله لعبوها صح، اقسم بالله لعبوها صح. بعدين يا اخوان من يذكر الداعم ذاك اللي اسمها كوميك لايف؟ في داعم عندي قطري تعرفت عليه، والله انه شوف غايب ما يسمعني لكن ملائكته حاضره، اسمه كوميك لايف قطري رجال ونعم قسم بالله شره من يسمعني. الرجال انا كنت اتواصل معه كل ثلاث ايام كل اربع ايام ادق عليه كيف حالك وانا اخوك عساك طيب بشرنا عنك. والله يا عيال فجاه اختفى، فجأة اختفى. حسابه في التيك توك ما عاد يرد عليه، سنابه ما عاد يرد عليه، ادق على جواله مقفل، الواتساب يطلع لي صح واحد. لنا على ذا الحال يمكن تقريبا ثلاثة شهور من يوم اختفى الرجال. والله العظيم يا عيال فجأة اختفى، ما نقول الا عساها خير ان شاء الله. عساها خير. مات. لا يا رجال تعوذ من الشيطان، تعوذ من الشيطان، عد بالله منك. على قولتك فالك ما قبلنا تربل يا عيال. الفاصلة تربل الفاصلة بدأت ساعة أرحب الأمير. قدرك يا قايد ما يعرفون قدرك يا رب محمد. الله يرفع قدرك ويعلي شانك. بثي يشيلك يا عين اخوك، بثي يرحبك باحصان حاره، بثي انت هرم البث. الله هو النبي يحييك ويجعل هات الحبل لانت فينا مرحبا. قايد وقلوب يا رب عيد خيركم. قايد وقلوب
انا ما ادري يعني جاني خبر دوبه في في السناب يا قايد، لكن والله ما اعرفوا قيمتك علي الطلاق، ما يعرفون قيمتك ورب محمد، لكن بثي رحبك يا حبيبي والامور طيبه فديت روحك وقلبك، وعد بالله من الشيطان، وانت مشرف في البث، انت متحكم، انت قايد، اسمع على مسمى قايد، انت تقود البث، الله يعلي شانك يا حبيب اخوك ويكثر خيرك بالله يا رب عيد اخيلكم. انا في وجه الله لا 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 والله الله محشوم، لا ورب محمد محشوم، لا ورب محمد محشوم، لا والله ما هي تجي منك. انا مدري متى يستوعبون، متى يستوعبون بعض العقليات ان تطبيق جاكو ما هو زي المروح الصيني، فيه اشياء تسمى بالوهمي، ما جاكو ما في شيء اسمه وهمي، افهم ركز. اغلب في مشاهير ترى ما جوا الجاكو، ليش؟ لو جوا الجاكو بيتعرون، بيتعرون، لان هناك عايشين على الوهمي. هنا يا حبيبي ما في وهمي، تلقم جيشك الحقيقي، عندك متابع واحد يطلع لك متابع واحد، عندك مليار مليون، عندك مليون متابع يطلع لك مليون متابع. الله يكثر خيرك يا قايد، انت اكبر من كذا محشوم يا عضيدي. الحن كلنا معك، علي الطلق كلنا معك، احتزم خلجة ملاش، اقسم برب العزة انا اتكلم باسمي وباسم جيشي، علي الطلق اننا كلنا معك. ما يقدر يا رجالة، اللي ما يطول العنب، اللي ما يطول العنب وش بيقول؟ حامض العنب ذي ما قدروا فيه، قاموا يسخطون الله يعلي شانك يا عضيدي ويكثر خيرك. حتى دوبه جاني ناس من عندها، والله يا قايد حتى انا والله ما سلمت من اذاهم، دوبه جاني ناس من عندها، وتدري وش يقول؟ التب لا اخضع لعمتك الجوهره عسى ما خلاف. شو ذا الكلام يعني؟ عشان جاء بيننا منافسة شريفة على التوب 1 وهي أخرته، يجيني ناس من عندها يداوسون، وش دخلني أنا؟ الله يكثر خيرك يا قائد، يرحم والديك ويجود عليك، والله ما أعرف قيمتك ورب محمد. مهرة دبا ها؟ وش أحكامك؟ وش قلتي؟ قلت لبا وش أحكامك؟ طيب اسمعي هلا انا قلبي مقدر بس طلب هذا القلب، الله يلعن كذا القلب. ولا تقدر ولا بيقدرون، والله ما يقدرون ورب الكعبه. صح فارس، سعيد خلاص جول التوبات وكذا خلاص. لا لا التوب افلح لنا الحين 20 دقيقه. لا مو 20 دقيقه، 10 دقائق خلاص. حطي معجون اسنان هنا بس غطشي يلا. لا 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 ما حط معجون على وجهي والله. خلاص بعطيكي حكم حبابه، حكم حبابه. انا اليوم ما تقهويت الا كاستي، اطلبي لي قهوه وطرطه دخيل امك. هاي كيف اطلب لك وطرطه؟ طرطه ذيك الصغيره كيكه شو اسمه العبيكان. اوكي حكم ثالث. الحكم الثالث تقطعين السماعه حذرا عن الميكروفون. سيد بالله عطني احكام عدله قايد، لا تروح ابغاك اصبر خلاص. مسموحه مسموحه يا شكرا حبيب. شكرا باي، الله يشوفك، مع السلامه.